بأياد سورية، مركز جديد للعلاج بالأكسجين يدخل بالخدمة في اللاذقية، يؤمن العلاج لحالات مرضية متعددة. يوجد في المديرية العامة للموانئ من خلال إدارة شؤون الموانئ مركز البحث والإنقاذ، ويوجد قسم منه هو موجود في غرفة الضغط لمعالجة الأمراض التي تنشأ عن الغطاسين تحت الماء. تم إعادة تأهيله واستثماره وتقديم الخدمات اللازمة له بالإصلاحات بالأيادي المحلية بشكل عام، نتيجة عدم توفر الطاقم الطبي الكامل للاستثمار من قبل المديرية. تم طرحه للاستثمار، فازت بوابة المستقبل باستثمار هذا المركز، وهو الآن قيد الاستثمار من قبل ما يقدم الخدمات للمجتمع الأهلي والمحلي في مدينة اللاذقية وريفها. مشروع صناعة الحجرات بيد وطنية وسورية بامتياز بإذن الله، لحتى نصل لمرحلة التصدير تحت بند صنع في سوريا كما أسلفت سابقا، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي نقدمها لذوي الشهداء ولجرحى الجيش العربي السوري. الحالات اللي عم نستقبلها للعلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي متنوعة، تشمل جميع حالات نقص الأكسجين الولادي عند الأطفال أثناء الولادة وبعد الولادة. منعالج حالات اعتلال الأعصاب، سكري، دوائي، كحولي تتعالج عنا. عم نعالج نحن نقص السمع الفجائي، عم نعالج النخرة الجافة بالفخذ وأداء بارس عند الأطفال، عم نعالج حالات توحد، عم نعالج اللقوة المحيطية، نقص السمع الفجائي، عندنا كذا حالة عم تتعالج، وفي مجموعة أخرى من الأمراض بنعمل استشارات للمرضى نحن حسب الحالة الطبية والسجل المرضي بنقرر إذا بنحطه على العلاج أو لا. التعاون والجهد يثمر بإعادة تأهيل هذا المركز الذي يعود للمديرية العامة للموانئ ليشكل قيمة مضافة للصحة والسلامة العامة.